عايزة اعرف منك يا مغربي النهاردة احساسك ايه وانت بتمضي عقد اول البوم ليك؟ والله طبعا انا في قمة السعادة طبعا ان انا النهاردة بمضي اول عقد ليا، وبجد بتمنى ربنا ان شاء الله يوفقنا في الرحلة اللي احنا يعني هنعملها دي ان شاء الله، والله المستعان باذن الله. والله هو في مثل بيقول الطيور على اشكالها تقع يعني، وكل مطرب بيبقى ليه فكر معين، فبصراحة انا لقيت الفكر ده نفس الفكر يعني نفس فكري، لقيته نفس فكر الشركة، وبجد ناس محترمة جدا وعايزين يشتغلوا شغل كويس، ويا رب ربنا يكرمنا ان شاء الله مع بعض. انا بجد حلمي ان انا اعمل دويتو مع الفنان انغام، ده طبعا لان انا بحبها جدا وبحب فنها جدا وبحترمها جدا، وده هيكون شرف كبير ليا اكيد يعني. دي اغنيه، اول اغنيه قررت ان هي تكون سنجل اولى ليا. الاغنيه دي من الحاني ومن كلمات شاعر اسمه محمد مصطفى، ومن توزيع موزع اسمه محمد شفيق، ويعني بجد الحمد لله كان ليها صدى كويس يعني الحمد لله. انا خطتي حاليا ان انا اشتغل على نفسي، على شكلي المفروض ان انا اظهر بيه، وطبعا انا محتاج مجهود كبير جدا ومحتاج مشاركه يعني، مش هعتمد عليا بس لوحدي، هعتمد على الكرو اللي معايا، ويعني يا رب ربنا يوفقنا ان شاء الله. فكره التمثيل هو زي ما بيقولوا صاحب بالين كذاب يعني، اصلا مغني، فعايز اركز في الغنى الاول واشتغل على نفسي فيه واحقق تارجت معين عايز احققه، وفكره التمثيل فكره مؤجله. صعب الليالي في بعدي عنك، صعب ان الاقي حد زيك، لازم تكوني ارق واحده، محظوظ قوي اللي يخش قلبك، صعب عليا الدنيا من غيرك، خليك جنبي حبيبي محتاج لك، طمن قلبي وقولي انا جنبك، ريح قلبي كلمة بحبك، صعب عليا الدنيا من غيرك، خليك جنبي حبيبي محتاج لك، طمن قلبي وقولي انا جنبك.